مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم جلسه مونديالية. جلستنا المونديالية مباشره بعد مباراه المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البلجيكي، نتيجه تاريخيه 2-0 في شباك المنتخب البلجيكي بطبيعه الحال. وضيفي هو رجل عزيز واطار وطني مقتدر، كان معنا في المباراه وهو حاضر معي في هذه الجلسه، السي عبد الرحيم طالب، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع متابعين البرنامج، وهنيئا لنا جميعا بفوز الفريق الوطني المغربي. من هنا ابدا لك سي عبد الرحيم طالب، كيف تعلق على فوز المنتخب الوطني المغربي امام نظيره البلجيكي؟ اول مقابله سبقتها بعد الكلام الذي بكل صراحه جرح اللاعبين وجرح الاطار الوطني، ولهذا كانت احسن جواب هو الفوز على فريق كبير البلجيكي اللي مصنف من بين الاربعه الاوائل. انتصار غادي يرفع المعنويه ديال اللاعبين فيما ما تبقى من البطوله. اربع نقاط في مقابلتين، اول مره في تاريخ كره القدم المغربيه ولا في كاس العالم باطار وطني مغربي محلي يفوز ب 2-0 ويتاهل تقريبا 90% يعني المقابله القادمه. مقابلة من ناحية التقنية نتكلموا عليها، ولكن من ناحية المعنوية أعطت ثقة أولا للمجموعة، أعطت ثقة للجمهور المغربي الحاضر اللي شجع بكل وسائله مدوا المجيء للفريق الوطني المغربي، رغم الفريق الوطني المغربي تحدى عدة صعوبات. أولا دولة قطر اللي مارس فيها التدريب مدة 7 سنوات، فيها رطوبة كبيرة اللي تؤثر على المستوى البدني عند اللاعب، ولكن اللاعبين تحدوا أولا الرطوبة، الخصم القوي اللي هو البلجيكي، زيادة على التأثير الخارجي والسلبي ديال بعض الأشخاص. فلهذا هنيئا سؤالي في هذا الإطار ديال التأثير السلبي ديال بعض الأشخاص، ونتفاعلوا مع التصريح ديال المدرب الوطني وليد الريغي اللي قال بطبيعة الحال واش كتسناو راس لافوكا بين قوسين أنه يخسر، وتقولوا فوالا راه راس لافوكا ما عرفش يدخل هذا علاش خرج هذا. دونك هذا الانتصار هو جواب على كل متربصين بالمنتخب. كما قلت خلال المقابلة أخرس جميع المتدخلين السلبيين قبل المقابله. فبعض الاشخاص كانوا باغيين الفريق يخسر لاشياء شخصيه ما نجحوش في حياتي لهم، خص الفريق الوطني المغربي ما ينجحش. فكره القدم ما غير هي رياضه فهي اقتصاديه، فالفريق الوطني ادخل الى خزينه يعني المملكه عده مليارات. يعني كل ما تقدم الان في البطوله سوف يدخل، اذا راه ربح ماشي خساره. اولا ثانيا هاد الناس هادو واش حنا اللي بوحدنا كنعرفوا كره القدم؟ العالم كله تيحضر يعني هاد البطوله العالميه. ونفتخر دوله قطر اللي دارت جميع الوسائل باش نجحات التظاهره. الفريق الوطني المغربي حضر بكل يعني الاسلحه ديالو يعني البدنيه التقنيه الطاكسيه وحتى النفسيه مع يعني وجدنا الدوري. فزنا تعادلنا مع الثالث وفزنا على الثاني. فما يمكن الا وصيف المونديال تعادلنا مع وصيف المونديال السنه اللي فما يمكن الا نكونوا فرحين ونشجعوا هاد الشباب الصغار لان عندهم مستقبل. يعني جدلنا واحد النسبه مئويه ديال الفرق اللي شاركت، الفريق الوطني المغربي من اصغر فرق الحيد النسيس واللاعبين صغار، فهذا خصنا نامنوا بهم، خصنا نامنوا بالعمل اللي كيتقام على طويل المدى بالجامعه الحاليه برئاسه السي فوزي قجع، وانا مارست معاه بنظام بركان وعرفت يعني العمل اللي قام به على طويل المدى، وكنا دائما كنتكلموا على 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 هذا الشيء. ما لنا الا نشجع الفريق الوطني المغربي ونشجع الناس اللي كتشتغل ونبعدوا على ما هو سلبي. نعم. طيب بالنسبه للتواجد ديال الجماهير المغربيه هناك، وبغيت نتكلم لك بصفه خاصه على المبادره قامت بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في نقل مجموعه من الجماهير المغربيه للديار القطريه. كيف كتعلق على هذه المبادره وعلى التواجد ديال الجماهير المغربيه اللي كانت بكثافه اليوم؟ اولا اللي كنا كنسمعوا النشيد راه وكانك في كازا. يعني صحيح كازا. صحيح، لان اولا كره القدم كتجمع جميع الاخوان، فمادام انني عشت في دوله قطر الجاليه الاكبر شعبيه والاكبر شغاله والاكبر هي الجاليه المغربيه، فهناك جنود، هناك رجال اطفاء، هناك اداريين، هناك في الفنادق، في الرياضه مدربين كبار ماشي في كره القدم حتى في عده رياضات اخرى. المبادره ديال الفريق ديال الجامعه الملكيه المغربيه هي تزكي يعني العمل اللي قامت به يعني رياضيا، وعطات فرصه باش يكون واحد التلاحم بين الشعب. كره القدم جميع المكونات، لان شوف باش نعرفوا مزيان،
الرياضه تقدر تجمع وتقدر تفرق. نعم. كنشوف اليوم كلشي تجمع. نعم. الناس جات من امريكا اليوم الصباح وانا اتابع بعض البرامج جات من امريكا، جات من دبي، جات من الصين، جات من افريقيا الوسطى، جات من جميع انحاء العالم الا وباش باش تشجع الفريق الوطني المغربي. نعم. هادو انا نسميهم لي فري ماروكان. وكاين اللي ما عندوش ميلاد يعني البيكينيه باش يغادر، كيشجع بالقلب، ولكن ضد الناس اللي كانوا دائما كيحاربوا الفريق الوطني المغربي والاطار الوطني. الاطار الوطني هذه الفكره اللي بغيت نهضر لك عليها، كدير لي تمهيد غير مباشر. نقطه مرتبطه بالاطار الوطني، يعني كان حديث وحنا في المباراه تحدثنا ماشي فقط على الاطار الوطني وحتى على اللاعب المحلي، ليس من باب المقارنه، ولكن دائما كنقولوا انه دائما خص الثقه في الاطر الوطنيه، في اللاعبين المحليين ثم اللاعبين المغاربه اون جينيرال. ولكن المنتوج، وكنتكلموا على يحيى عطيه الله اللي قام بواحد الاداء جيد سواء في المباراه السابقه او الحاليه، وكان سبب يعني في الخطا اللي تسجل له الهدف الاول. يعني الاطار او اللاعب المحلي خصنا نثقوا فيه اكثر. اليوم الى نحسبوا اللاعبين اللي شاركوا في المقابله. نعم. ذكرت يعني الظاهر الايسر. نعم. عطية الله حمد الله اليميق، عده لاعبين كلهم تكوين محلي. اللي تيبقى هو كيفية التكوين. اولا تكونوا وسلقوا الموهبه ديالهم خارج الوطن. لان بعض الفرق لا تؤمن مستقبل اللاعب. كل صراحه كنوا صريحين. انا لاعب كنجي ندخل سون زاكاديمي، ما كانوش زاكاديمي الا بعد ما جي هاد الجامعه هذه. هاد اللاعب هذا كيبغي يسقى الموهبه ديالو الماديه بعد اولا ولا التقنيه، كيقلب على افاق اخرى اللي غادي هو خصو يعرف يختار بدايه المسار ديالو. فلهذا حنا خصنا نفتخر اولا كما قلنا لي جوار ناسيونو من المحليين، لي كادر اللي عقش شكون اللي درب هاد الناس، راه مدرب مغربي. فيجب ان نحترم ونرفع القبعه في غياب الامكانيات المدربين كيخرجوا لك اللاعبين. نعم. والاستثمار في هذا النجاح صعب طبعا، باش المستقبل يبقى عندنا، يكون عندنا توازن ما بين اللاعب المحترف، لانه ماشي دائما اوروبا غادي توجد لك لاعب وتعطيه لك. دابا الحمد لله كاين عده اكاديميات. نعم. انت تشتغل فالان خصنا نشوفوا دونك شتي اودي 7 مستوى. نعم. عالي جدا. اكيد اكاديميه محمد السادس اللي كتعتبر من بين افضل اكاديميه الفتح، اكاديميه. نعم. محمد السادس، يعني عده اكاديميه الجيش الملكي. نعم. والان تتبع فريق الرجاء مؤخرا. نعم. فلهذا حنا خصنا نامنوا بالعمل ان عين نحترموا لو كادر ناسيونال. نعم. نحترموا العمل كتقوم به الجامعه والوزاره الوصيه. طيب الجانب الاخير من هذه الجلسه المونديالية، غنتكلموا فيه على حدود المنتخب الوطني المغربي، كيف تقراوها؟ ثم حدود المنتخبات العربيه، نبداو بالمنتخب المغربي. انا منيش الفيكتيف بكل صراحه. نعم. الفيكتيف اللي تختار وكيفاش شارك الان في المقابله الاولى والثانيه كنت اوبتيميست، دخلت في. نعم. غادي نربحوا ان شاء الله. علاش؟ اللعابه قدامك راه قدام الربح على المنتخب الوطني. نتمنى نبقاو ديما ديما الربح. كاينه اون سوغ دو ماتوريتي في الجو، لان اللاعبين في 2018 كانوا يلاه اربعه ولا خمسه اللاعبين. نعم. يلاه اول مره، دونك خذوا ديك لا ماتوريتي بوندون 4 ان، زدنا عليهم لاعبين اخرين تاثروا بالمرابط، تاثروا ببونو، تاثروا بحكيمي، تاثروا بسيس. نعم. زياده على طبع المدرب، زياده انهم اشتغلوا في اكبر نوادي، اكبر نوادي. نعم. كنهضروا على تشيلسي، كنهضروا على باريس سان جيرمان، كنهضروا على فيرونتينا بو. دونك سي دي جوار لي بيتر دو كاليتي. عندهم راحه ذهنيه، تاقلموا مع اجواء الاحتراف، دربوهم اكبر مدربين عالميين، وكذلك في نوادي اللي السير ديالها ما نتكلموش عليه. حالت الى داز المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله، هل تتوقع ان يتقدم اكثر؟ غنمشيو ماتش انا كنعرف الكراكي واللي كنرسلو دائما كيمشيو بحال هكا. ثقافه عندنا. اي مدرب تيقول لك انا ما نفكرش في داك الشيء الاخر، لا انا غنمشي ماتش، دابا كنفكر في كندا. صافي. لقاش نقطه قالها حتى في التصريح هو ديال النقطه. كيقول لك انا عندي بلجيكا، دابا ما تهضرش على كندا، لان النقطه كتدخلني للدور الثاني. نعم. غنقلب على ثلاثه توت اون سو ريزيرفون ان شاء الله لافينير. طيب بالنسبه للمنتخبات العربيه والافريقيه اون جينيرال، السنغال وقطر، وخاصه السنغال، قطر خرجت، السنغال باقي في المنافسه. كنتكلموا كذلك على تونس باقا في المنافسه، السعوديه باقا في المنافسه. شنو غنمشي معك باريكي. نعم. اولا دولة قطر اقصيت تقنيا. نعم. لان ما يمكنش كمدرب تعطي تزيل لاعبين البطوله القطريه
البطوله الدوري وتجيبهم اون كونسونطراسيون. حنا عشنا في عده ما كانوش مستعدين تقنيا لا ذهنيا، الا ما كتخرجوش شهرين او ثلاث شهور خارج الوطن اوتوماتيكمون كيكبر عليه داك الشيء، تيبعد على الاجواء ديالو وكيبعد على لا فري رياليتي هو لو ماتش. كتولي تدربوا كتلعبوا ماتش اميكال الوغ كو في الماتش اوفيسيال في الدوله ديالو في البلاد ديالو تيلعب ماتش غيال في لي دويال في لا فيتيس في لا في الضغط النفسي على الحارس على من الجمهور دونك سي سي توت ان اوتر كونتكست اللي خصنا كنخصو يخليهم تما ياخذهم نهايه الاسبوع. مالوغزمون داهم شهرين وثلاث شهور دور داروا العالم كامل رجعوا لا علاقه. تونس رغم لونجاجمون بسيكوموتور ديال يعني ما هو بدني تقني ولا تعذب المقابله الاولى ما عرفوش يصير المقابله الثانيه بحال دخلوا فتحوا اللعب من الاول دونك اوتوماتيكمون لو ماتش يفول جيري كوم الا جيري ريغلي جو مي ريزيرف او ديبار اي ابري جولونس. هما من الاول تلاحوا ضاعت المقابله. السعوديه ما عرفوش يحافظوا على الفوز ديالهم، مشاو بداك لوفوري دو فيكتوار مشاو ربحوا المقابله الاولى مع الارجنتين، بغا يديروا نفس الشيء في الشوط الثاني. وهاد مقابله كاس العالم ماشي بحال البطوله الوطنيه، تخسر مشيتي دونك الفالي جيري دوزيام ماتش ما عرفوش جيريو خسروا دونك مي زون اون كون شونس. كاميرون غانا السنغال كاميرون مازال خسروا المقابله الاولى، كنظن عندهم فريق باش يمشيو خصهم يربحوا. نفس الشيء السنغال، السنغال طيبون ايكيب كانوا عايشين ماني ماني رغم في المباراه ديال هولندا قدموا مباراه كبيره ولكن خسروا في الاخر. لا علاش اول مقابله نهزموا فيها علاش؟ كان عندهم ان ليدرشيب في المقابله هو ماني كل مون جو بولي دونك ملي حيد اول مقابله حسوا براسهم بانهم متفرقين من ناحيه التقنيه والذهنيه. يمكن كانت واحد لونجاجمون ولا واحد ديسكسيون مع الكوتش ديالهم يدخلهم بان احنا مجموعه وفرشنا فريق اخر في المقابله الثانيه وفازوا على قطر، لان عندهم بوكو شونس باش يكونوا في الدور الثاني. نعم غانا بلوز او موا مازال ما شفناش ديك غانا اللي رغم انهم نازلوا ثلاثة اثنين مع البرتغال كلشي كيتكلم على ضربة الجزاء الخياليه، ولكن تزعوا عليهم اصابات اخرين. نعم دونك غانا انا تنظن ان في واحد الجروب صعيب دوز الدور الثاني. طيب كلمه اخيره في نهايه هذه الحلقه حول اي موضوع بغيتي رساله بغيت توجهها. اولا هو كنشكركم على الاستضافه، كنقرب الجمهور ديالنا المغربي، كنشجعكم بيان سور، جو فليسيت بور طاف كوزاي فورني دوبي متبعكم شحال هادي، وكنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا دائما متالقين. انا عارف بان مهنه الصحافه اصعب المهن، ولا سيما ان بعض الاشخاص لا يفهمون انه هو صحفي. نعم عارف هادشي. دونك جو فليسيت بور طافاي كديروا باش توصلوا المعلومه الحقيقيه للجمهور اللي كيتبعكم. مزيد من التالق ورسالتي هو الجمهور المغربي ان يجتمع حول فريق الوطن المغربي ويهجاو الى اخر رمق، لان لو فيت باش تربح لا بلجيك اول مره في تاريخ كاس العالم تربح بجوج صفر وباطار وطني وكتربح يعني فرق عالميه. دونك هذا سان بوان بوزيتيف اللي خصنا نسيروه. عندي لك تحدي اخر هو اللي كنختموا به الحلقه، التحدي اللي اخترته لك انت في المونديال ديال 86، عطيني خمسه ديال اهم اللاعبين اللي لعبوا في المونديال ديال 86. وين زكي؟ نعم. خليفه؟ نعم. بودربيله؟ نعم. كريمو؟ نعم. وكابتن تيمومي؟ تبارك الله عليك، اذا تصفيقات على السي طالب اللي نجح في التحدي ديالنا، ومابقاش الحكم للمتابعين ونخلي الحكم للمتابعين يزيدوا لنا الى عندهم كذلك شكون هو اللاعب اللي سجل في المونديال ديال 86 في المباراه، شنو المباراه اللي تسجل فيها؟ خيري. جاوبكم صافي سهل التحدي. اذا تبارك الله عليك سي طالب، وشكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك للزوجه ديالك اللي حاضره معنا بقوه، وتبارك الله على الدعم ديالها ليك، وهذه رساله ربما هي بعيده عن الرياضه ولكن هي رساله مهمه على الصعيد الانساني. دائما الدعم ديال الاسره كيكون مهم للنجاح ديال اي واحد. كنتمنى تكون هذه الحلقه نالت الاعجاب ديالكم سي طالب، تبارك الله عليك. شكرا لكم عليك. انا راه اشارتكم ان شاء الله في اي برنامج ان شاء الله يا رب. حنا تشرفنا بك ان شاء الله يا رب، وباقي ان شاء الله نعاود نتلاقاو مع السي طالب في الحلقات المقبله. سيدنا ما بقى لي الا نقول لكم ديما 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 مغرب، والف مبروك للشعب المغربي، ودائما الله الوطن الملك. الى اللقاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع اصحابكم.